العرب اليوم من التلفزيون العربي من لندن وكيش. الشكر إلى زملاء النواب وبخاصة لبنان. انطلاق مشاورات لتشكيل الحكومة، الرئيس اللبناني يكلف سعد الحريري والأخير يتعهد بالتزام المبادرة الفرنسية وتشكيل حكومة مستقلين على وجه السرعة. معارك عنيفة في كرباخ أذربيجان، تعلن السيطرة على المنطقة الحدودية مع إيران وترفض إجراء استفتاء لتحديد مصير الإقليم، وأرمينيا مستعدة لبحث حل دبلوماسي في إطار مجموعة مينسك. ومن واشنطن نتابع السباق إلى البيت الأبيض، مناظرة الفرصة الأخيرة بين ترامب وبايدن، واتهامات لإيران وروسيا بالتدخل في الانتخابات، وطهران وموسكو تنفيان. مرحبا، نبدأ العربي اليوم من لبنان، حيث كلف الرئيس اللبناني ميشيل عون زعيم تيار المستقبل سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة. من المتوقع أن يواجه الحريري مهمة صعبة وسط انقسامات سياسية حادة وامتعاض الشارع الناقم على الطبقة الحاكمة. وتأتي تسمية الحريري بعد أن حاز 65 صوتا خلال الاستشارات النيابية، في حين امتنع 53 نائبا عن التسمية، من بينهم نواب حزب الله والتيار الوطني الحر الذي يتزعمه صهر عون. وأعلن الحريري بعد لقائه الرئيس في كلمة مقتضبة أنه سيشكل حكومة مؤلفة من اختصاصيين غير حزبيين، مهمتها تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الواردة في ورقة المبادرة الفرنسية. رئيسا مكلفا يدخل سعد الحريري إلى قصر بعبدة بعد يوم طويل من الاستشارات النيابية، جاءت النتيجة تكليف بتشكيل حكومة يبدو أن اكتمالها لن يكون سهلا. 65 نائبا من أصل 120 سموا الحريري. أتوجه بالشكر إلى زملاء النواب وبخاصة إلى الذين شرفوني بتسميتي لتشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين. إذن هي حكومة تكنوقراط أو اختصاصيين غير متحزبين. التيار الوطني الحر رفع السقف ضد الحريري وفق قاعدة إنه شخصية حزبية ولا يستقيم تشكيله حكومة هو الحزبي الوحيد فيها. أو في خيار تاني، حكومة سياسيين أو تكنو سياسيين بتكون مؤلفة من قبل القوى السياسية. رغم أن حزب الله لم يسمي الحريري إلا أنه أعلى من مبدأ التفاهم كشعار لتشكيلها، لأننا نعتقد أن آفاق هذا التفاهم ينبغي ألا تقفل. إن كتلة الوفاء للمقاومة لم تسمي اليوم أحدا. يبدو أن منسوب التفاؤل ارتفع في ختام يوم الاستشارات. الجو عكس الشيء اللي قائم بالبلد، وهذا الجو التشاؤمي، الجو التشاؤمي بيأثر علينا جميعا، وأنا بقول لكم أن الجو تفاؤلي خاصة بين الرئيسين. انتهى التكليف إذن في انتظار تأليف تتباين الآراء حوله، والمؤكد أن مهمة التشكيل وما يعقبها من تحديات لن تكون مهمة سهلة. في تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي خرج الحريري من السراي الحكومي تحت ضغط انتفاضة شعبية، وفي الشهر ذاته من العام الحالي عاد مكلفا تشكيل حكومة جديدة، عام استقال فيه رئيس حكومة بعد انفجار المرفأ، وآخر كلف ولم يؤلف، وتعقيدات سياسية أمام مهمة الحريري التي يبدو أنها لن تكون سهلة. محمد شمارو، العربي، قصر بعبدة. واستكمالا لتطورات لبنان من بيروت، ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي مراد البطوش. تحياتي مراد، عن خلاصة هذا اليوم وما جرى بعد التكليف الذي وصف بالأضعف للحريري، وعن الغد أيضا والاستشارات النيابية غير الملزمة المقرر إجراؤها.
نعم، يمكن إجمال اليوم بأن سعد الحريري تم تكليفه دستوريا من قبل النواب من خلال حصوله على 65 صوتا. الرجل ربما لاقى بعض من القوى السياسية الوازنة التي لم ترغب بتسميته، من أبرزها التيار الوطني الحر الذي يتزعمه الوزير الأسبق جبران باسيل، وأيضا القوات اللبنانية، لكنه حظي أيضا في المقابل بتأييد الكتل الأخرى التي مثلت أغلبية في ذلك، حتى أن موقف حزب الله الذي لم يسمي سعد الحريري بات ربما لا يمكن الحديث عنه بأنه موقف قطيعة من الرجل، إذ أنه ربط ما بين عملية التأليف اللاحقة وما بين تفاهمات في إشارة إلى ذلك الخلاف الذي يجري ما بين التيار الوطني الحر وما بين سعد الحريري. غدا ستجري استشارات نيابية غير ملزمة يتم فيها استنتاج الآراء من قبل سعد الحريري مع مختلف القوى والكتل البرلمانية، ستجري ذلك بعد ظهر يوم غد، تستمر لأربع ساعات، من خلالها يمكن أن نستشف إذا ما كان ثمة خلافات ما زالت قائمة مع الكتل التي لم تسميه، باعتبار بأن التيار الوطني الحر لديه لقاء مع سعد الحريري، فيما رجحت بعض المصادر أن يكون جبران باسيل حاضرا، وبالتالي ممكن أن يذلل الخلافات التي أعقبت عدم تسميته، أو إن غاب كما رجحت مصادر أخرى فهذا يعزز فكرة أن يكون الأمر شاق بالنسبة لعملية التكليف. الردود الفعل ما زالت على صعيد الشارع متواضعة جدا، لكن الدولار الذي نزل أو انخفض قيمته مقابل الليرة اللبنانية انعكس بعض الارتياع على مختلف الأوساط اللبنانية التي عزت أنها بداية لانفراجة ربما تكون إذا ما استطاع الرجل أن يكلف حكومة قادمة. هناك بعض أو العشرات بالحدود الدنيا من الشارع اللبناني خرجوا في مظاهرات أو مسيرات لقطع الطرقات، لكن مسيرات أخرى رحبت خصوصا في طرابلس بعودة الحريري، وهذا لا يمكن الحديث عنه على أنه موقف الشارع يتبلور في شارع أصلا يؤخذ عليه أنه غير مؤطر وتحت أي قيادة لخلال عملية قياس رأي هذا الشارع. مراد، كما تابعنا معكم أجواء التكليف، سنتابع مؤكد غدا معكم أجواء التأليف وما يتوقع منها. شكرا جزيلا مراد لبطوش، مراسل تلفزيون العربي من العاصمة اللبنانية بيروت. مساءك سعيد. والآن إلى آخر أخبار التطورات الميدانية في إقليم ناغورني كاراباخ، حيث تتواصل المعارك بين أذربيجان وأرمينيا رغم المساعي الدولية للتهدئة. أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف السيطرة على ما سماه كامل الأجزاء المحتلة من الأراضي الأذربيجانية على الحدود مع إيران. وأضاف علييف على تويتر إن قواته تمكنت من السيطرة على مدينة أجمند، وبذلك تكون قد سيطرت على كامل الشريط الحدودي الرابط بين أذربيجان وإيران. ومن ناحية أخرى، قال علييف إن بلاده لا تعارض نشر قوات لحفظ السلام في إقليم ناغورني كاراباخ المتنازع عليه مع أرمينيا، لكنه شدد على رفضه إجراء الإقليم استفتاء لتحديد مصيره. في المقابل، أبدت أرمينيا استعدادها لبحث حل دبلوماسي للنزاع في الإقليم ضمن مجموعة مينسك التي تضم روسيا والولايات المتحدة وفرنسا. يأتي ذلك بينما تستمر الاشتباكات بين طرفي النزاع رغم وقف إطلاق النار المعلن قبل أيام. حرب إقليم كاراباخ يشتد أوارها، والجهود الدبلوماسية الدولية تراوح مكانها. قصف مدفعي أذربيجاني استهدف بلدتي مارتا كيرت ومارتوني والقرى المجاورة لهما. دوي المدافع سمع في عاصمة الإقليم ستيبانا كيرت التي يسودها هدوء منذ بضعة أيام. وبالمقابل صعدت أرمينيا مطلقة ثلاثة صواريخ بالستية على مناطق سيازان وجبالة وكردامير بحسب بيان لوزارة الدفاع الأذربيجانية. وفي خضم ذلك تواصل أذربيجان السيطرة على قرى في الإقليم بدت مهجورة. اشتداد في حدة المعارك أعقب تصعيدا في تصريحات طرفي النزاع. رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان استبعد أي حل دبلوماسي للأزمة في المرحلة الراهنة.
علينا أن ندرك أن صراع ناغورني كاراباخ على الأقل في هذه المرحلة ولفترة طويلة ليس له حل دبلوماسي. يجب أن نقاتل حتى يصبح من الممكن التوصل إلى حل دبلوماسي مقبول. وبالمقابل شدد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على إمكانية حل الأزمة عسكريا. تصريحات باشينيان ردت عليها الخارجية الأذربيجانية متهمة أرمينيا بمواصلة سياستها التي وصفتها بالعدوانية وبأن يريفان غير مهتمة بالتوصل إلى حل عن طريق المفاوضات. يريفان وعبر وزارة خارجيتها سارعت إلى الرد على باكو معلنة إمكانية حل الصراع سلميا ولكن في إطار مجموعة مينسك. تصعيد عسكري وحدة في التصريحات ستلقي بظلالها على المساعي الدبلوماسية المبذولة من قبل القوى الكبرى لإحلال السلام في منطقة جنوب القوقاز. أحدث تلك المساعي هي تلك التي يبذلها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي يجتمع الجمعة بوزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان كلا على حدة في واشنطن. مساع دبلوماسية يبدو للوهلة الأولى أن ضعفا يعتري الآمال بنجاحها، أما انتعاشها فمتوقف على أن هذا التصعيد ورقة يستخدمها طرفان النزاع لتعزيز موقعهما في أي مفاوضات محتملة. إلى هذا أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتفاع عدد قتلى معارك إقليم ناغورني كاراباخ إلى ما يقارب 5000 قتيل. أضاف بوتين أن عدد الضحايا خلال القتال بين أذربيجان وأرمينيا يفوق 2000 من كل طرف، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستساعد روسيا في التوسط لحل الصراع. ورسميا قالت أرمينيا إن 874 من قواتها قتلوا منذ بداية الصراع، إضافة إلى 37 مدنيا، بينما أعلنت أذربيجان مقتل 61 مدنيا دون الكشف عن عدد القتلى في صفوف جيشها. ومن غنجة في أذربيجان ينضم إلينا موفدنا إلى هناك عدنان جان. مرحبا بك عدنان. في تطور ميداني لافت، الرئيس الأذربيجاني يعلن السيطرة على الشريط الحدودي بين أذربيجان وإيران، ما تفاصيل هذه التطورات وكذلك أهميتها خصوصا أنها تأتي عشية المحادثات المقررة بين وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا في واشنطن؟ بالفعل ماجد، هو تطور ميداني يعتبر هام جدا من الناحية العسكرية ومن الناحية الاستراتيجية، حيث تمت السيطرة على كامل الشريط الحدودي بين إقليم ناغورنو كاراباخ والحدود الإيرانية، وبذلك تكون أذربيجان قد سيطرت تماما وسدت كافة الشريط الحدودي بين هذا الإقليم المتنازع عليه والأراضي الإيرانية، لا سيما في ظل حديث عن ربما استيراد أرمينيا بعض الأسلحة من الجانب الإيراني عبر هذه الحدود. لكن الآن وبعد هذه السيطرة العسكرية تكون أذربيجان قد تحكمت بكامل الشريط الحدودي بين كاراباخ والأراضي الإيرانية. طبعا هذه السيطرة ماجد جاءت بعد معارك عنيفة وبعد سيطرة الجيش الأذربيجاني قبل يومين على مدينة زنجلان القريبة من الحدود، واليوم تمت السيطرة على أكثر من 20 قرية تابعة لهذه المدينة، وهذه القرى 20 كانت تحاذي الحدود الإيرانية. وزارة الدفاع الأذربيجانية بدورها ماجد اليوم قالت بأن أرمينيا أطلقت 3 صواريخ باليستية باتجاه العمق الأذربيجاني، لكن تم إسقاط هذه الصواريخ بالمضادات أو بالدفاعات الجوية الأذربيجانية. والخارجية هنا اعتبرت الخطوة الأرمينية هذه بمثابة تصعيد وبمثابة جريمة حرب، وطالبت المجتمع الدولي بضرورة الضغط أكثر على يريفان للحد من استهدافها للعمق الأذربيجاني وبالتحديد المناطق السكنية، لا سيما بأن هذا القصف الأرميني كان يحاول استهداف مدن أذربيجانية تقع على عمق أكثر من 100 كيلومتر في الداخل أو في 100 كيلومتر بعيدا عن إقليم كاراباخ. طبعا الاتهامات بين الطرفين
متبادلة بخرق الهدنة الإنسانية. التطورات السياسية والدبلوماسية لم تنعكس أبدا على مجريات الأحداث الميدانية على الأرض، رغم اللقاء الذي جرى يوم أمس في العاصمة الروسية موسكو بين وزراء خارجية كل من روسيا وأرمينيا وأذربيجان، إلا أن ذلك لم ينعكس على الأرض. نعم. وربما المحاولات الأخيرة غدا سوف تكون في لقاء مرتقب بين وزير خارجية أذربيجان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على أمل ربما التوصل إلى إيجاد تسوية ترضي جميع الأطراف، ربما بالرغم من الرفض الأذربيجاني لإيقاف المعارك ومضي قدما حتى تحرير كافة الأراضي الأرمانية الأذربيجانية. وسنكون متواصلين دائما لمعرفة آخر التطورات. شكرا لك موفدنا إلى غنجة في أذربيجان عدنان جان. الآن مشاهدينا إلى أخبار السباق الرئاسي في الولايات المتحدة، حيث يشتد التنافس قبل أقل من أسبوعين على موعد الاقتراع. ننتقل الآن إلى نافذة مباشرة من واشنطن مع نجلاء أبو مرعي. شكرا لكما ديما وماجد، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الخاصة لمواكبة الانتخابات الرئاسية الأمريكية من البيت الأبيض. ونبدأها باستطلاع للرأي أظهر تراجع ترامب في أكثر من 10 ولايات متأرجحة. وبحسب استطلاع الرأي الذي نشرته صحيفة CNN شبكة CNN، فإنه إذا ما استمرت فعلا شعبية ترامب في التراجع في الولايات المتأرجحة، فإنه من المحتمل بالفعل أن يخسر ولايات أريزونا وفلوريدا وميشيغان وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا وويسكونسن. التقرير أضاف أن خصم ترامب المرشح الديمقراطي جو بايدن سيحصل بذلك على 270 صوتا من المجمع الانتخابي، وهي الأصوات اللازمة للفوز بالرئاسة. تأتي هذه الاستطلاعات قبيل المناظرة الرئاسية المرتقبة هذه الليلة بين ترامب وبايدن، وهي المناظرة الثانية وجها لوجه بعد أن ألغيت المناظرة التي كان يفترض أن تكون الثانية بالفعل، وذلك لاعتبارات تتعلق بالسلامة والوقاية بعد أن كان ترامب قد خرج من مستشفاه للعلاج من إصابته بكورونا. المكان معزز بعناصر الأمن والجميع في حالة استنفار. في هذا المكان ستجري وقائع المعركة الكلامية الأخيرة بين المرشحين ترامب وبايدن مرة أخرى وجها لوجه في قاعة كيرب إيفنت سنتر داخل جامعة بيلمونت، محاولة أخيرة لتعزيز فرص الفوز بالرئاسة والقفز فوق قواعد المناظرة. قواعد جديدة أقرتها لجنة المناظرات الرئاسية، دقيقتان لكل مرشح للتحدث بحرية دون مضايقة من الطرف الآخر قبل أن يسمح لهما بالجدال والرد. أود أن أرى الرئيس ونائب الرئيس السابق يتصرفان بحس من المسؤولية والاحترام، هذا يظهر قيمة هذه البلاد. شبح كورونا يحضر هنا يهيمن على الأجواء، هو ملف النقاش الأول بأرقام ضحاياه، وهو الموضع الأكثر حرجا بالنسبة لترامب. جئت إلى هنا مع هذه اللافتة لتذكير الناس بعدد الأشخاص الذين قضوا بسبب فشل ترامب في مواجهة كورونا. إنه لم يصادق على استخدام الكمامات. العائلات الأمريكية ومسألة العرق، التغير المناخي والأمن القومي والقيادة ملفات لا تقل أهمية عن أبرزها. 90 دقيقة فقط، لا مجال لوقت إضافي أو أشواط زائدة. يقول الأمريكيون الطامحون لمناظرة تحترم عقولهم وتساعدهم على تحديد أولوياتهم في التصويت. هي فرصة المرشحين الأخيرة لاستمالة الناخبين. يقول ترامب بتهديد مبطن إن لديه استراتيجية خاصة بهذه المناظرة، بينما يغيب وما بين ترامب وبايدن يحتار بعض الناخبين بأصواتهم وسط آمال بأن تحسم المناظرة المرتقبة خياراتهم. وسام زين الدين العربي من جامعة بيلمونت في مدينة ناشفيل.
تكتسب المناظرات الرئاسية أهمية بالغة لدى الناخبين، كيف يستخدمها كل مرشح لتسجيل نقاط إضافية على خصمه في هذا التقرير؟ كانت المواجهة بين ترامب وبايدن في المناظرة الرئاسية الأولى قاسية، شتائم واتهامات وإهانات قد تغير شكل المناظرات مستقبلا. الحقيقة أن كل شيء يقوله هو كذب ببساطة، أنا لست هنا لأبين ذلك. ولكنك توافق جو، أنت الكاذب. شاهد الأمريكيون أول مناظرة متلفزة في تاريخ الانتخابات الرئاسية مطلع الستينيات القرن الماضي. رفض حينها المرشح الجمهوري ريتشارد نيكسون الذي كان يتعافى بعد مكوثه في المستشفى وضع مساحيق تجميل. ركز 70 مليون مشاهد حينئذ على ما رأوه. فاز كينيدي في الانتخابات. 16 عاما بعدها وفي مناظرته مع الديمقراطي جيمي كارتر، أخطأ الرئيس الجمهوري جيرالد فورد في توصيف الهيمنة السوفيتية على أوروبا الشرقية قائلا إنها غير موجودة. فاز كارتر في الانتخابات. هكذا هي المناظرات، خطأ واحد أو تصريح متميز يغير مزاج الناخب ومسار الانتخابات. لا يرى الناخبون المرشحين جنبا إلى جنب سوى 3 مرات يتحدثان إلى بعضهما، وهي مرحلة مهمة في الحملة الانتخابية، لذا أن تخاطر بأن لا تستغل هذه الفرصة ليس جيدا لأي من المرشحين. لا تقل المناظرات بين المرشحين لنائب الرئيس أهمية، ومع ذلك لا تؤثر المناظرات على تصويت 87% من الأمريكيين وفق استطلاع رأي، خاصة وأن أكثر من 1/3 الناخبين يقررون لمن سيذهب صوتهم قبل نحو 2 شهر من موعد الانتخابات. لكن عام 2020 هو عام مفاجآت، والمنافسة هي بين ترامب وبايدن، لذا يقول متابعون كل شيء ممكن. يحاول المرشحان خلال المناظرات خلق لحظة تصبح علامة فارقة يتذكر الناخبون من خلالها المرشح، تهيمن على وسائل الإعلام وتسهم في التأثير على التصويت. مهمة ليست سهلة، خاصة إذا كانت المناظرة مع ترامب. ريما بحمدية، العربي، واشنطن. قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن إحاطة سرية طلع عليها بالأمس تشير إلى أن التدخل الإيراني في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 3 نوفمبر لا تستهدف دونالد ترامب بعينه، إنما كانت تستهدف تشويه الثقة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أو تقويضها، ولم يكن هذا الاستهداف لمرشح ترامب أو لشخصية بعينها سواء ترامب أو بايدن. وكانت إيران وروسيا قد استنكرتا هذه الاتهامات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أشار مدير جهاز الاستخبارات جون راتكليف بأن معلومات تفيد أو تشير إلى مساعي لإيران ومساعي لروسيا بالتدخل في الانتخابات المقبلة في 3 نوفمبر. روسيا مضافة لها إيران هذه المرة تحت العدسة الاستخباراتية الأمريكية. الدولتان متهمتان بالتدخل في مسار الانتخابات الأمريكية ضد الرئيس ترامب. مدير الاستخبارات جون راديكليف أكد حصول روسيا على بيانات للناخبين الأمريكيين لاستخدامها في تضليل الرأي العام، واتهم إيران بإرسال رسائل إلكترونية تحريضية لتقويض الثقة بالديمقراطية الأمريكية. بداية نود أن نؤكد أنه تم بالفعل الحصول على معلومات بعض الناخبين من قبل إيران وروسيا. هذه البيانات يمكن استخدامها من قبل جهات أجنبية لإيصال معلومات مضللة إلى الناخبين، والتي قد تتسبب في إثارة الفوضى وتقويض الثقة في الديمقراطية الأمريكية. التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية آخر الهبات الاستخباراتية لإدارة ترامب، تمنحه مناعة من الاتهامات السابقة التي لاحقته في انتخابات عام 2016،
وتضعه في موقف متقدم استباقا لأي إشارة مستقبلية عن تدخلات خارجية في الانتخابات لصالحه. الرئيس أوعز لي بأن أبقي الرأي العام على اطلاع بالمعلومات المتوفرة، وأنا ألتزم أمامكم بأني سأفعل ذلك بكل شفافية ووضوح، ونحن لن نتسامح مع أي تدخل أجنبي في انتخاباتنا. يأتي كشف راديكليف عن هذه المعلومات في خضم السباق الرئاسي الأمريكي، وفي لحظة أحوج ما يكون فيها ترامب إلى تقديمه للناخب الأمريكي كمستهدف من قبل خصوم أمريكا وبالأخص روسيا التي اتهمت بالتواطؤ لصالحه في الانتخابات السابقة. وقد وافقت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ على تثبيت ترشيح القاضية إيمي كوني باريت مرشحة ترامب لعضوية المحكمة العليا وسط مقاطعة الديمقراطيين لهذه الجلسة. وكان جو بايدن وفي مقابلة تلفزيونية قد أشار إلى أنه في حال فوزه فإنه سيعمد إلى تشكيل لجنة خبراء من الجمهوريين والديمقراطيين للنظر في نظام المحكمة العليا لأنه خرج عن السيطرة على حد قوله. وللحديث عن كل هذه التطورات المتعلقة في مسار الحملات الانتخابية لكل من بايدن وترامب، وأيضا مع كل الإشارات إلى تدخلات خارجية، معنا زيد بنيامين من واشنطن ومن تنسي وسام زين الدين. أبدأ معك وسام، يعني في خضم هذه التطورات هناك مناظرة هذه الليلة، وربما كل ما تابعناه اليوم سينعكس عليها، ما هي الاستعدادات لهذه المناظرة؟ نعم بالفعل نجلاء، كما أسلفنا في بداية العرب اليوم إنها الفرصة الأخيرة لكلا المرشحين. هذه الأخبار الأخيرة التي صدرت وتم الكشف عنها ستلقي بظلالها على هذه المناظرة. هناك توقعات بأن يخرج المرشحان عن مسار المناظرة والمواضيع والمحاور التي حددت سلفا، هناك توقعات بأن يكون هناك تسليط الضوء على هذا الاختراق للانتخابات من قبل إيران وروسيا، أيضا الترشيح الأخير للقاضية في المحكمة العليا سيسيطر على ربما أجواء هذه المناظرة، إضافة لتوقعات بأن يكون رسائل وأن تكون رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بنجل المرشح الديمقراطي جو بايدن حاضرة أيضا من قبل الرئيس ترامب. نتواجد هنا أمام جامعة بيلمونت، هذه هي الجامعة من خلفي وفيها القاعة التي ستجري فيها المناظرة، قاعة كيرب إيفنت سنتر. الإجراءات نجلاء كانت شديدة جدا، هناك تشديد بإجراء فحص كوفيد 19 لكل الحضور الذين سيتواجدون في هذه المناظرة، إضافة لذلك سيتم الطلب من أي شخص يقوم بخلع الكمامة أو الماسك من وجهه بأن يغادر القاعة فورا من قبل لجنة المناظرات الرئاسية. حملة جو بايدن اليوم أعلنت أن المرشح الديمقراطي أجرى اختبارا لفحص كورونا وكانت نتيجته سلبية. إضافة إلى هذه المواضيع سيكون هناك طبعا كان هناك عفوا أبريني هنا ما زال الهجوم مستمر من قبل الرئيس ترامب على مديرة المناظرة وهي مذيعة في قناة NBC نيوز كريستين وولكر، وقال بأنها لن تكون محايدة ولن تكون موضوعية في طرحها للمواضيع. إضافة للقواعد هناك كما أوردت في التقرير نعم. الذي قمت بإعداده، هناك دقيقتان لكل مرشح في بداية كل محور سيتم الحديث عنه، ومن ثم سيتم السماح لهما بالنقاش والرد على بعضهما. نعم نجلاء. نعم وسام، أتحول إلى زيد في واشنطن. إذن واستباقا لهذه المناظرة كان هناك الكثير من المعلومات التي تدفقت فيما يتعلق بتدخلات خارجية، الاتهامات توجه الآن لإيران وروسيا بالتأثير على الرأي العام، ماذا في تفاصيل هذه المعلومات؟
نعم نجلاء، طبعا قبل أن ندخل في إجابة هذا السؤال، غادر الرئيس ترامب وزوجته ميلانيا قبل قليل بالطائرة المروحية متوجهين إلى قاعدة أندروس الجوية، حيث سيتوجهان من هناك إلى ناشفيل. الرئيس ترامب ربما غادر متأخرا لمدة 20 دقيقة عن الموعد المعلن للمغادرة، ومعه زوجته. طبعا سنحاول أن نعرف إن كانت ستحضر فعلا هذه المناظرة، باعتبار أن يوم أمس كان لديها كحة بسيطة لم تستطع مصاحبة الرئيس في تجمع لأنصاره. بالنسبة لآخر مستجدات التدخل الروسي والإيراني، أنا أعتقد أنه الموضوع انتقل من السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية. رأينا خلال الساعات الماضية يعني بيانين مهمين يصدران من لجنتي الاستخبارات في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، يحاولون من خلال هذه البيانات طمأنة الرأي العام الأمريكي بضرورة الذهاب إلى مراكز الاقتراع والتصويت، والثقة أن يكون لديهم ثقة بالعملية الانتخابية وبأن لن يتم استهدافهم بأي طريقة من الطرق، وأن التصويت والاسم الذي سيوضع على يعني ورقة التصويت سيبقى سريا لن يعلم به أحد. فبالتالي هم يحاولون الآن طمأنة الأمريكيين بضرورة التصويت بعيدا عن هذه التهديدات التي يعني ربما قد تكون يعني مغالية في محاولة يعني إخافة الأمريكيين من أنها سيعلمون لمن سيصوتون، وبالتالي سينشرون معلومات خاصة عنهم، وهذا غير وارد بحسب هذه البيانات. وأعتقد أنه خلال الساعات المقبلة سنشاهد الكثير من هذه البيانات التي تحاول أن تطمئن الأمريكيين في ما يتعلق بكيفية إجراء العملية الانتخابية. نعم نجلاء. شكرا لك زيد بنيامين من واشنطن، وأشكر وسام زين الدين من تنسي. إذن سيكون أيضا بإمكان رواد الفضاء العاملين في ناسا محطة الفضاء الأمريكية أيضا المشاركة في هذه الانتخابات، وذلك رغم كل البعد عبر الفضاء ستصل أصواتهم إلى قاعدة هيوستن ومن هناك إلى أقرب مركز اقتراع. على ارتفاع أكثر من 300 كيلومتر فوق سطح الأرض، حيث يقع أقرب مركز اقتراع، يدلي رواد الفضاء في المحطة الدولية بأصواتهم لاختيار مرشحهم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة. فمنذ أواخر القرن الماضي سمح للرواد بالتصويت من الفضاء، ترسل بطاقات الاقتراع إلى المحطة الدولية من خلال مكوك يزن نصف مليون كيلوغرام يطير بسرعة 30,000 كيلومتر في الساعة. تصل البطاقات إلى الرواد قبل موعد الانتخابات بمدة، يختارون مرشحهم الأفضل بين المتبارزين، يضعون المدار الأرضي في خانة العنوان، ثم يعاد إرسالها على متن المكوك نفسه إلى قاعدة هيوستن الأمريكية التي ترسلها بدورها إلى أقرب مركز اقتراع. ورغم قلة عدد رواد الفضاء الأمريكيين حاليا، إلا أن ديمقراطية بلاد العم سام ودستورها يعطيان حق التصويت للأمريكيين كافة حتى لو كانوا في الفضاء الواسع. إذن بهذا نصل إلى ختام هذه النافذة الخاصة لمواكبة الانتخابات الرئاسية الأمريكية من واشنطن. وقبل أن نعود إلى لندن لاستكمال العربي اليوم، أشير إلى أننا سنوافيكم ببرنامج للخبر بقية هنا من البيت الأبيض للحديث عن الاتهامات الأمريكية لإيران وروسيا بالتدخل في هذه الانتخابات. عودة إلى ديما وماجد. شكرا لك نجلاء على هذه النافذة من واشنطن، والعرب اليوم متواصل من لندن. وفيه بعد الفاصل، وفد إسرائيلي أمريكي في السودان لبحث مسألة التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب.
ومرحبا من جديد. نقل موقع والا الإسرائيلي عن مصادر مطلعة أن وفدا ضم مستشارين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستشارين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب زار الخرطوم أمس. وبحسب الموقع فإن الوفد التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ومسؤولين آخرين. تأتي الزيارة ماجد في إطار إعلان محتمل لتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل في الأيام المقبلة. في إطار الترتيبات الأمريكية في المنطقة وفي خطوة كانت متوقعة وفق مراقبين، أعلنت الإذاعة الإسرائيلية أن وفدا إسرائيليا زار السودان تمهيدا لإعلان تطبيع للعلاقات بين البلدين. الخبر الذي لم يجد صدى بعده في السودان لا يبدو مستبعدا، فكل الإشارات ومنذ اتفاق التطبيع الإماراتي مع إسرائيل تدل على ذلك. وللسودان مناطق رخوة يسهل المرور عبرها للضغط عليه، لعل أهمها وجود اسمه على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب والذي يسعى لرفعه ولو كان الثمن باهظا. ولدفع السودان نحو الوجب بالتطبيع حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو السودان على الاعتراف بإسرائيل، مؤكدا أن الإجراءات اللازمة لإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب قد بدأت دون أن يحدد جدولا زمنيا لها. الحكومة السودانية تعمل على تنمية اقتصادها بشكل حثيث، سنزيل اسم السودان من لائحة الإرهاب قريبا. التطبيع مع إسرائيل مسألة سيادية ونأمل من السودانيين القيام بهذه الخطوة. رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أكد رفضه ربط عملية التطبيع بقضية شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيرا إلى أن قضية تطبيع بلاده للعلاقات مع إسرائيل تبدو معقدة وتحتاج إلى توافق مجتمعي، وهو ما تعكسه ردود الفعل في المجتمع السوداني. التصعيد ينبغي. زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي عد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي خيانة ولا علاقة له بالحريات كما قال. وأكد القيادي في حزب المؤتمر الشعبي السوداني إدريس سليمان أن الشعب السوداني بجميع أطيافه يرفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. مواقف ستعقد مشروع التطبيع الذي يسعى ترامب جاهدا لفرضه على السودان خدمة لمستقبله السياسي كما يقول مراقبون. أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية أنه أصبح بإمكان مواطني الإمارات السفر إلى إسرائيل دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة ولمدة أقصاها 90 يوما في كل زيارة. أضافت الوزارة في بيان لها أن ذلك يأتي بناء على مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل من التأشيرات المسبقة بين الإمارات وإسرائيل. وأضافت الوزارة أن المذكرة تعكس رغبة الدولتين في تعزيز العلاقات وفرص التعاون الكبيرة، كما وتفتح آفاقا جديدة للتعاون في المنطقة. أعلنت وزارة العدل الفلسطينية البدء في الأسابيع القادمة في مقاضاة المستوطنين في المحاكم الفلسطينية. وسيكون بإمكان الفلسطينيين رفع شكاوى ضد المستوطنين أمام القضاة الفلسطينيين الذين سيصدرون أحكاما غيابية نظرا لعدم إمكانية استدعاء مستوطنين إسرائيليين. كلما بنى منتصر حائطا جديدا في بيته يهدمه المستوطنون. مرت 8 سنوات دون أن يتمكن من تجهيز هيكل البيت. على هاتفه يحتفظ بمقاطع مصورة لهجمات المستوطنين. وبعد قرار وزارة العدل مقاضاة المستوطنين في المحاكم الفلسطينية، سيعرض منتصر هذه الصور أمام القضاء الفلسطيني. وأنا مصمم أني أرفع قضية بالمحاكم الفلسطينية ضد المستوطنين. ليش أنا أروح أشتكي لليهود؟ لما أنا بشتكي لليهود معناته أنا بثبت أن هاي أرضه، فأنا بشتكي لدولتي على أساس أني أنا أثبت أن هاي أراضي دولتي مش أراضي اليهود. قرار وزارة العدل بمقاضاة المستوطنين في المحاكم الفلسطينية لم يحمله الناس محمل الجد، إذ كيف يمكن جلب مستوطن إلى المحكمة ومن سينفذ قرارات المحاكم؟ لكن لوزير العدل الفلسطيني هدف آخر من القرار.
الحكمة من اللجوء إلى المحاكم الفلسطينية هو أولا لترسيخ مفهوم السيادة الفلسطينية على الإقليم الفلسطيني المحتل، وهذا استنادا لقبول دولة فلسطين عام 2012 في الجمعية العامة كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، وثانيا لترسيخ مفهوم الولاية القضائية. يؤيد القضاة فكرة محاكمة المستوطنين أمام المحاكم الفلسطينية، لكن سبق أن عوقب قاضي قبل سنوات بعد أن أقدم على محاكمة شخص يحمل الجنسية الإسرائيلية. قبل 5 سنوات أصدرت قرار في محكمة صلح جنين بمحاكمة شخص يحمل جنسية دولة الاحتلال، بعد يومين تم إصدار قرار بنقلي من الدائرة الجزائية وكانت بمثابة عقوبة مقنعة. محكمة. ستفتح المحاكم الفلسطينية أبوابها لمقاضاة المستوطنين، وستبقى إجراءات المحاكم منقوصة طالما يتعذر جلب الجناة إلى قفص الاتهام. هي أمنيات تطبيق السيادة إذن. سيقف الضحايا هنا في المحاكم الفلسطينية، وسيغيب المستوطنون الذين من المستحيل عمليا جلبهم إلى العدالة. إنها محاكمات سيحضرها المعتدى عليهم وليس المعتدي. عميد شحادة، العربي، الضفة الغربية. في شأن فلسطيني آخر، حذرت حركة الجهاد الإسلامي من تداعيات استمرار الاعتقال الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم 88 على التوالي، احتجاجا على اعتقاله إداريا من قبل سلطات الاحتلال. القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب طالب في مؤتمر صحفي أمام مقر المفوض السامي لحقوق الإنسان في غزة، طالب المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال وممارسة دورها في حماية المعتقلين. دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار جيران تركيا شرقي المتوسط والأطراف المعنية في الحوار من أجل حل المشاكل ونقاط الخلاف بشأن البحر المتوسط وبحر إيجا وفق القانون الدولي. وفي كلمة له في حفل عسكري في العاصمة أنقرة، أكد أكار رفض تركيا أي شروط غير منطقية تضعها أطراف أخرى لحل الأزمة الشرقية المتوسط، واصفا محاولة بعضهم وضع قوانين جديدة وانتظار أن تقبلها بلاده بأنه أمر غير مجد بحسب تعبيره. إن تركيا تدعو جيرانها وجميع الأطراف المعنية إلى الحوار من أجل حل المشاكل والأزمات العالقة ونقاط الخلاف حول البحر المتوسط وبحر إيجا ضمن الأطر القانونية. إن محاولة البعض وضع قوانين جديدة بخصوص شرقي المتوسط وبحر إيجا وانتظارهم منا أن نقبلها هو أمر غير مجد. نرفض قبول أي شروط غير منطقية تضعها أطراف أخرى لحل الأزمة في شرقي المتوسط. إلى تونس، حيث التقى الرئيس قيس سعيد مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وبحث معه عددا من القضايا المشتركة أبرزها الملف الليبي. وشدد الطرفان على ضرورة استبعاد الحل العسكري وترجيح خيار الحوار الليبي كحل للأزمة هناك. وزير خارجية فرنسا جون إيف دوريان في تونس للقاء الرئيس قيس سعيد. الملف الليبي الحاضر بقوة في النقاش جاء للتأكيد على تقارب الرؤى حوله بين البلدين، تأكيدات من الجانبين لأن لا مجال للحل العسكري في ليبيا. الحوار الليبي هو السبيل الأمثل لإعادة الاستقرار إلى البلد. مع الرئيس قيس سعيد تحدثنا حول الوضع الداخلي في ليبيا. تتطابق رؤيتنا مع تونس. ليس هناك حل عسكري، فقط الحوار الداخلي هو من سيقود إلى حل نهائي. دور دول الجوار مهم لأنهم أول المعنيين بالمخاطر التي أنتجتها هذه الأزمة. زيارة الوزير الفرنسي تأتي بعد أيام قليلة من لقاء مماثل جمع الرئيس التونسي برئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. لقاءات قد تتكرر بأشكال مختلفة حتى يحين موعد الاجتماع مطلع 22 نوفمبر المقبل. فالجميع يبحث عن موطئ قدم في أي حل مستقبلي. فرنسا تريد أن تأخذ حصتها في الصفقات وفي التحركات الإقليمية وأن يكون لها حصتها، فوزير الخارجية الفرنسي يقوم بجولة بين كل دول الجوار وكذلك في المغرب، ولديها مبادرة جديدة احتياطا لفشل سيناريو الفشل المفاوضات التجري في تونس. استضافة الحوار الليبي اعتبره الرئيس قيس سعيد نجاحا للدبلوماسية التونسية،
مؤكدا ثوابت الموقف التونسي لحل الأزمة وفق مقاربة تقوم على وحدة ليبيا ورفض التدخلات الخارجية فيها. لم تهدأ التحركات الدبلوماسية قبل أسابيع قليلة من اجتماع الفرقاء الليبيين في تونس، ويرى المهتمون أن أصحابها يريدون حجز مكان لهم في خارطة المشهد الختامي إن كتب لتلك التحركات النجاح. علي الجسمي، العربي، تونس. ومن تونس إلى الشأن المصري، حيث دعت منظمة هيومان رايتس واتش السلطات المصرية إلى التوقف فورا عن تنفيذ أحكام الإعدام على سجناء سياسيين. وقالت المنظمة في بيان صحفي أن السلطات المصرية نفذت أحكاما بالإعدام على 49 شخصا خلال شهر أكتوبر الجاري. لا تمر أحكام الإعدام بحق من يقبعون في غياهب السجون المصرية كأن شيئا لم يكن، بل تثير زوبعة من الانتقادات الغاضبة لمنظمات حقوقية حكومية وغير حكومية، آخرها منظمة Human Rights Watch التي وثقت إعدام 49 شخصا بينهم امرأتان في سجون مصر خلال شهر أكتوبر الحالي بذريعة تورطهم المزعوم بقضايا عنف سياسي وقضايا جنائية. المنظمة الحقوقية وفي بيان لها أدانت الإعدامات الجائرة ووصفتها بالعمل المشين، ثم طالبت الحكومة المصرية بالتوقف الفوري عن تنفيذ أحكام الإعدام وإعادة محاكمة من صدرت بحقهم أحكام مماثلة. هي مناشدات حقوقية تتكرر بين الفينة والأخرى بتكرار عمليات إسكات الأصوات المعارضة لرئيس البلاد رغم محاولات حكومية حثيثة للتكتم على تنفيذها وفقاً لهيومان رايتس ووتش، بيد أن هذه الأصوات والدعوات الحقوقية وإن تكررت لم تجد ولن تجد على ما يبدو آذاناً صاغية، لا سيما وهي تستعد لانتخابات تشريعية لمجلس النواب يقوم الرئيس السيسي باختيار عدد من أعضائه وفقاً للتعديلات الدستورية التي أقرت في أبريل الماضي، تلك التعديلات التي أتاحت له تعزيز سلطته على النظام القضائي، ذاك النظام الذي أغلق أبواب السجون على أكثر من 60,000 سجين معارض لرئيسه منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد. والآن إلى التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، إذ تسبب الفيروس بإغلاق أكثر من 400 محل في البلدة القديمة بالقدس المحتلة في ضرر كبير للتجار منذ بدء انتشار وباء كورونا. ويعاني التجار من التبعات الاقتصادية وتهديد أرزاقهم جراء الإغلاقات المتكررة. في سوق خان الزيت داخل البلدة القديمة في القدس يعمل رياض في محله الذي ورثه عن والده منذ 70 عاما، وهذا المحل مفتوحة أبوابه، والآن بات مهددا مع الانخفاض الحاد في مبيعاته جراء الإغلاقات المتكررة بسبب جائحة كورونا. بعد موضوع كورونا الشغل نزل 90% إلي لمحل ببيع مواد غذائية، يعني أنا هني بعب على البهارات بس صلي تقريبا من 3 أسابيع متكاسل أعبي لأنه ما فيش حركة. حتى في وقت الذروة حركة المتسوقين خجولة داخل البلدة القديمة، تراكمت الديون وفواتير الكهرباء والضرائب على المحال ما دفع بعضها إلى الإغلاق. اليوم عندنا 420 محل تجاري اللي هم التحف الشرقية منذ 7 شهور وهم مغلقين محلاتهم، بالإضافة إلى 365 محل أغلقوا منذ 5 سنوات. المخاطر الحقيقية المحدقة بتجار القدس تغذيها سياسة إسرائيلية ممنهجة تثقل كاهل التاجر الفلسطيني بالضرائب والمخالفات. يعني هناك مخطط فعلا لإضعاف القطاع الاقتصادي بالقدس بغض النظر عن الأسباب، كورونا مش كورونا، كل هاي القضايا هي مبررات. أما خارج البلدة القديمة فحركة المتسوقين أوسع مقارنة بداخلها، وإن كانت المشتريات محدودة إذ لا تزال القوة الشرائية ضعيفة مما ينعكس صعوبة في تغطية التجار مصاريفهم. وضع اقتصادي يصفه التجار بالكارثي تعيشه مدينة القدس المحتلة، فالإغلاقات والقيود التي فرضت بسبب جائحة كورونا ألحقت بهم خسائر كبيرة. أحمد جردات، العربي، القدس.
وفي سياق مشابه إنما في الأردن، حيث توقع البنك الدولي أن تؤدي حالة الإغلاق في الأردن بسبب فيروس كورونا وتراجع تحويلات العاملين في الخارج أن تؤدي إلى زيادة معدلات الفقر في البلاد بنسبة 11%. ويعاني الأردن اقتصاديا بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي رفع معدلات البطالة بين الأردنيين إلى 23%. لم يدر في خلد زهير أن فيروس كورونا سيكون سببا في إجباره على التقشف والاقتراض. عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته الشهرية أوجد عجزا ماليا لديه، فالجائحة ابتلعت من دخله نحو 3/4. دخل قل، المصاريف عندنا أعلى، عندك أجار بيت، عندك كهرباء، عندك مي، عندك بنزين لأروح وآجي فيها بالسيارة على البيت، هذه كلها صارت الدخل ما عم بيغطي هذه المصاريف كلياتها. قرارات الحكومة هذه بالإغلاقات كمان أعمالها بتصير أعمالها بتجيب ضرر أكثر. الصدمة الاقتصادية غير المسبوقة الناشئة عن جائحة كورونا أدت إلى تفاقم التحديات الاجتماعية في الأردن. قصة هذا الرجل هي نموذج لما يعيشه كثيرون غيره تضرروا من جائحة كورونا وتداعياتها، نالت منهم الأزمة حتى باتوا بحاجة لدعم تكميلي لسد متطلباتهم. البنك الدولي توقع ارتفاع معدلات الفقر بنسبة 11% بسبب تداعيات الجائحة. الحكومة الأردنية فعلت حسابا مصرفيا لجمع التبرعات لصالح الأسر الفقيرة لتمكينها من مواجهة الظروف الحالية. هناك برنامج بدأته الأردن في 2020 بتمويل من البنك الدولي، وهو تقديم ما يسمى الدعم التكميلي للفقراء العاملين. يعني شخص فقير يعمل لكن دخله لا يكفيه، فهناك دعم تكميلي لأنه 70% من الفقراء في الأردن هم فقراء عاملون. مؤشرات سوق العمل تعكس الاضطرابات الكبيرة التي سببها وباء كورونا في سوق العمل الأردني، فالعديد من المنشآت التجارية أفلست، أمر رفع أعداد المصروفين من أعمالهم، ما أثر بشكل مباشر على معدل الفقر في البلاد. مستقبل الاقتصاد الأردني رهن إمكانية أن تعدل الحكومة من سياساتها المالية لتنعكس على السياسات الاقتصادية. مستقبل يفرض على الحكومة الجديدة في ظل اتساع دائرة الفقر والعوز إجراءات إنقاذية تضع حدا لتقهقر الحالة الاقتصادية وتؤسس ما من شأنه إطلاق عملية نهوض جديدة. ليث جبور، العربي، عمان. حط الأمريكي كريستوفر كاسيدي من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا والروسيان أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر فجر اليوم في كازاخستان. محطة الفضاء الدولية هي من النماذج النادرة للتعاون بين واشنطن وموسكو، تشارك 16 دولة في هذه المحطة التي تشكل مختبرا مداريا منذ وضعت في المدار عام 1998. Looks like we've got two of the three crew members out now. عاد الرواد الثلاثة من الفضاء إلى كوكب الأرض بعد مهمة ناجحة استمرت 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية. في سهول كازاخستان هبطت كبسولة سيوز الروسية التي تقل العلماء، وسارعت الفرق الطبية إلى إجراء الفحوصات للأمريكي كريس كايستي والروسيين أناتولي إيفانشين وإيفان فانجر. وقبل مغادرة الطاقم تمكن رائد الفضاء الروسيان من إغلاق تسرب الهواء مؤقتا بعد محاولات لتحديد موقعه استمرت أشهر. وكان الطاقم قد توجه إلى محطة الفضاء الدولية في 9 أبريل الماضي في خضم انتشار وباء كورونا على كوكب الأرض، بعد أن خضعوا لإجراءات عزل في مركز تدريبهم بالقرب من موسكو. وانضم إليهم في 31 مايو الماضي الأمريكيان بوب بينكين وداغ هارلي، وذلك في أول رحلة مأهولة لمجموعة سبيس إكس الأمريكية الخاصة. وشكلت هذه المهمة عودة رحلات النقل الأمريكي إلى محطة الفضاء الدولية بعد توقف دام 9 سنوات استفاد منه مكوك سيوز الروسي. تقدم محطة الفضاء الدولية نموذجا نادرا للتعاون بين موسكو وواشنطن،
حيث أثبت رواد الفضاء أن دولا متخاصمة سياسيا على الأرض تجتمع لأهداف علمية في الفضاء، وتهدف المحطة الدولية التي وضعت في المدار عام 1998 بتعاون دولي لإجراء تجارب علمية خارج منطقة الجاذبية الأرضية، وبلغت تكلفة المحطة الإجمالية 100 مليار دولار بتمويل كبير من روسيا والولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يتم تفكيكها خلال العقد المقبل بسبب تآكل بنيوي فيها. يناظم مربو المواشي والقرويون في مناطق الريف الباكستاني سباقا سنويا خاصا بالثيران يستعدون له قبل أشهر من انعقاده. ويشارك في السباق المئات من ملاك الثيران الذين يجدون فيه وسيلة لترويج مواشيهم، إذ قد يصل سعر الثور الفائز إلى أكثر من 70,000 دولار. كل زوج من الثيران له مشجع. سباق يضم مئات المشاركين من مدن باكستانية عدة، حدث الفائز فيه حائز على ثمين الجوائز والخاسر فيه مستمتع. أجزاء من الثانية كافية لتغيير النتائج. يعد هذا الحدث بمثابة طريقة فريدة للتكسب والاستمتاع، لأن المشاركين ينفقون أموالا كثيرة للعناية بثيرانهم، والثيران التي تفوز تباع بأسعار ثمينة. أهمية السباق تكمن في عائداته غير المباشرة، فالثور الفائز قد يباع بأكثر من 70,000 دولار. الثور الواحد نسقيه كيلوغرامين من الحليب في الصباح ونفس الشيء في المساء، ونطعمه أنواعا مختلفة من المكسرات إضافة إلى كيلوغرام من السمن أسبوعيا. يبلغ إجمالي المصاريف حوالي 300 دولار شهريا للثور الواحد. أصوات ألعاب نارية يستخدمونها لتحفيز ثيرانهم، تثور فتنطلق بسرعة أكبر نحو الهدف الذي يبعد حوالي كيلومتر واحد من نقطة الانطلاق. انحراف الثورين عن المسار يمينا أو يسارا يعني عدم التأهل. يقترب السباق من نهايته ويرتفع حماس وفضول الجمهور لمعرفة الفائزين، والمتنافسون يحبسون أنفاسهم قبيل الإعلان عن النتائج. وسط قرع للطبول والأهازيج الشعبية يحتفون بثيرانهم المؤهلة نحو منصة إعلان النتائج. منحوا الفائز قطعة ذهبية ومبلغا يعادل 1,000 دولار. بلال الأسطل، العربي، من قرية فتح جانج، باكستان. وكما هي العادة ننهي بفيديو من منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أنا العربي. اليوم ماجد فيديو أنا العربي عن معاذ العمري المذيع الأردني الذي يكشف أو كشف خبايا قطع الاتصال مع الأسيرة المحررة أحلام التميمي. احنا قطعنا الاتصال وطلعنا ثاني يوم على الهواء وكذبنا وقلنا ما قطعنا الاتصال، واحنا قطعنا الاتصال. طلعت معنا الأخت أحلام، أخذنا الاتصال، صار في هلع داخل الاستديو، صار في كركبة داخل الجاليري. اقطع اقطع اقطع. أنا حركة إيدي واضحة، قلت هيك لا تقطع. زميلي أشر بإيده اقطع. المعد بعد ما سكرنا الاتصال مع أحلام التميمي قالها احنا قطعنا الاتصال، بعدين بقول لك ليش صارت شغلة. طب شو الشغلة يا زلمة؟ انا احكي لي اياها شو الشغلة. انا عندي الصوت بقطع، انا معاذ العمري الصوت في داني بقطع، لانه المخرج مرة بحكي معي مرة بعطيني احلام مرة بحكي معي مرة بعطيني احلام، صار كركبة داخل الاستديو. فكرت انا والله ان هالمره حكت اشي كثير عظيم كالب على الهواء، مش قادر انا يعني ما سمعته ولازم اقطع الاتصال.
أنا التي تقطعت أوصار أسرتي وتفرقت عن زوجي دون سبب مقنع ودون أن يكون هناك توضيح لهذه الأسباب. في الدستور الأردني كفل لي ولكل الأسر الأردنية التحام الأسرة. وبأن العربي نختم العربي اليوم ونعود الآن إلى واشنطن والزميلة نجلاء أبو مرعي وبرنامج الخبر.